حضراتكم زي ما قلت في مقدمة حلقة النهاردة 1/1/2022 انه في اربع مؤسسات مهمة جدا في لكل المستثمرين في جميع انحاء العالم، اذا كان مستثمرين مصريين او مستثمر في اي دولة في الكرة الارضية. اربع مؤسسات هم اللي بيقولوا كل التفاصيل الخاصة بالاقتصاد في اي دولة في العالم، وبناء عليه اي مستثمر قبل لما يروح عشان يستثمر في هذه الدولة بيبص على المؤشرات الخاصة بهذه المؤسسات، وبناء عليه يبتدي ياخد قرار اروح استثمر هنا ولا اروح استثمر هنا، وبناء عليه والكثير ايضا من التفاصيل الخاصة بهذه المؤسسات عشان تعرف وتقيم اقتصادك ماشي ازاي وعملت ايه وهكذا. فرق كبير جدا قبل 2014 اللي هو 2011 2012 2013 وما بين دلوقتي بعد مرور 7 سنوات من المشاريع القومية الكثيرة اللي تم افتتاحها وأنجزها المصريين بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فرق كبير جدا من المؤشرات الخاصة بهذه المؤسسات الدولية. ضيف اللي منورني في الاستوديو الخبير الخاص بهذا الاقتصاد يعني الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. وحضرتك طيب يا رب. ان شاء الله تكون بخير يا فندم. باذن الله، وسنه سعيده كده يا رب علينا وعلى جميع المصريين وعلى العالم كله باذن الله. يا رب. هستاذنك بس يعني اديني نبذه عن حاله الاقتصاد المصري عشان بس الواحد يشوف قبل، دايما بنحب نشوف ايه اللي قبل وايه بعد 7 سنين. خلينا نشوف نذكر الناس بس كانت حالتنا عامله ازاي قبل 2014. قبل 2014 كان عندنا ما يطلق عليه كده فشل مالي، بمعنى ان الدوله المصريه كانت واقفه على شفا حفره من الافلاس، لم يكن لدينا قدره على سداد او مستحقاتنا الماليه. كان دول العالم والمؤسسات الدوليه اللي حضرتك تفضلت وذكرتها وصندوق النقد الدولي كان رافض يدينا اي دعم. كلنا نتذكر مصر ومحاولة مصر الحصول على 4.8 مليار دولار كاستدانة من صندوق النقد الدولي في 2012-2013، وفي الآخر صندوق النقد الدولي طلع تقرير في مارس 2013 قال إن الدولة المصرية بها فشل مالي، ليس لديها قدرة أو رؤية لتصليحات أو إصلاحات اقتصادية محددة، العملة المصرية بتنهار. كان حجم الاحتياطي النقدي لدينا 13 وبعدين وصلنا 15 مليار دولار. ده رقم حضرتك ل 14.94% مليار دولار بعد ما كنا 35.22 كنا 36.6 في 2000 في اكتوبر 2010 تمام. كنا 36 مليار تمام. وصلنا من 13 ل 15 اللي هو مره 13 وبعدين علينا 15 وبعدين نزلنا تاني ل 14 مليار تمام. كان رقم بسيط جدا كان يكفي لي استيراد او شراء احتياجات مصر من السلع الاستراتيجيه اكثر من 2.5 شهر تقريبا. فكان هناك كان حجم الاستثمارات الاجنبيه اللي كانت بتدخل مصر مليار دولار فقط، وده كان رقم هزيل جدا مقارنه بامكانيات مصر ووضعها الاقتصادي في هذا الوقت. كانت الصوره يعني كان عندنا نقص شديد في بعض الخدمات، كلنا نتذكر طوابير العيش، كلنا نتذكر طوابير البنزين، الغاز، انابيب الغاز، كل النظافه اللي كانت يعني كان غير متوفره في الشوارع صحيح. المصريه صحيح. كل دي كانت ازمات بتواجه اي يعني الدوله المصريه. انقطاع طبعا الطاقه، وبالتالي كان الاستثمارات بتقل. ليه؟ لانه النهارده اي مستثمر هيجي هيفتح مصنع، طب انا ما عنديش طاقه، ما عنديش غاز، ما عنديش كهرباء تقدر تمديني بيها، الاراضي المصريه باخدها بالعافيه، ما كانش فيه تعديلات لقوانين الاستثمار وبعض القوانين المكمله ليه، فكان البيئه التشريعيه والبيئه المناخيه لوجود مستثمر حقيقي داخل الدوله المصريه كانت من الصعب يعني توفرها. فدي كانت الرؤيه. بدون قطع كلامك كمان لنسبه البطاله اللي كانت بتزيد. طبعا احنا كان نسبه البطاله لو اتكلمنا على المؤشرات الاقتصاديه في السنوات دي كانت معدلات البطاله 14.3%. لو كلمنا على معدل النمو الاقتصادي كان في حدود 1.5 إلى 2%، ولما نقول معدل نمو اقتصادي 2% احنا كان معدل النمو السكاني 2.6 يعني معناها ان احنا النمو الاقتصادي الحقيقي -0.5 لانه النمو السكاني اعلى من عندنا
اعلى من النمو الاقتصادي بحوالي 0.5% تقريبا. فكان معدل النمو الاقتصادي سالب، كان عندنا معدل الاستثمارات الاجنبيه اللي بتيجي لا تزيد عن 1 مليار جنيه مليار دولار سنويا، كان معدل البطاله 14%، معدل التضخم كان معدل التضخم ما بين 12 لغايه 14% بيتارجح في الثلاث سنوات، في مع نقص كبير جدا من السلع، يعني كان لدينا نقص كبير في السلع الاستراتيجيه والغذائيه بشكل كبير جدا. ويمكن شفنا كل ده على يعني مشاهد اللي كانت الناس واقفه بالطوابير في بعض المحال التجاريه، وفي نقص في السلع الاستراتيجيه والسلع الاساسيه في بعض الاحيان المصر. في الاحداث التاريخيه حضرتك كنا دايما نقول ايه، احنا ما عشرناش المرحله دي، احنا ما شفناش المرحله دي، انما حضرتك احنا كجيل دلوقتي متواجد يعني صغير وكبير عشنا المرحله دي وعشنا قد ايه فتره اقتصاديه وسياسيه كبيره جدا في الدوله المصريه. كان فتره يعني ما فيش رؤيه، كان في ضبابيه في المشهد، كنا بنشوف العمليات الارهابيه حضرتك في سيناء، كنا بنشوف استشهاد الجيش والشرطه في ان هم بالعمليات الارهابيه، اذا كان في سيناء اذا كان في بعض كثير من محافظات ايضا مصر للاسف الشديد. بص حضرتك، فتره 11 و12 و13 دي فتره يعني كان فيها تغيير، بس للاسف كان تغيير مش للصح، تغيير كان للأسوأ. احنا وصلنا مرحله اقتصاد وسياسه يعني في ذيل الامم كما يقال، لم يكن لدينا رؤيه سياسيه واضحه، لم يكن لدينا رؤيه اقتصاديه واضحه، كان هناك هروب من المستثمرين. احنا خرج من مصر حجم استثمارات في هذه السنوات حجم كبير جدا، خرجوا بره مصر في تركيا، خرجوا بره مصر في دول الخليج وعلى رأسهم الامارات، خرج في بره مصر على تونس والمغرب باشكال وباحجام كبيره جدا من الدوله المصريه. فكانت الدوله المصريه طارده للاستثمار في ثلاث سنوات حالكه، في يعني ظالمه او يعني في تاريخ مصر ككل. هيجي مستثمر ازاي حضرتك وكل شويه اسمع عن عمليات ارهابيه كل شويه في البلد دي؟ وما عندكش كمان العوامل المؤثره. اي مستثمر، احنا دايما كان عندنا مقوله اللي يقول لك راس المال جبان، لا هو راس المال حقيقه مش جبان، راس المال حكيم، بيذهب حيث ان يكون منطقه فيها نمو اقتصادي، منطقه فيها معدل استثمار عالي، معدل ربحيه للمشروعات كبير، يقدر يحقق منه ارباح، يقدر من يكون من خلاله يقدر يعمل استثمارات تكون امنه في استقرار سياسي واقتصادي. لكن النهارده ما كانش هناك رؤيه حتى للمستثمر. النهارده المستثمر هيجي على ان القوانين الموجوده قديمه ولا القوانين اللي هيتم تعديلها؟ طب تم التاخير في التعديل، احنا تاخرنا يعني ثلاث سنوات ونص تقريبا في اي اجراء تعديل، فكان المستثمر حتى مش هيقدر يجي. طب كمان الطاقه مش موجوده، الاراضي لم تكن متوفره، تجهيزات والمرافق والبنيه التحتيه ما كانش موجوده. فده زي ما بالظبط اقول لحضرتك دلوقتي يلا بينا نعمل استثمار ومشروع كبير جدا في سوريا، حضرتك تقول لي انا مش هقدر اروح هناك، انا عندي هناك في مشاكل، في سياسه متخبطه، في استثمارات وقع، نفس الكلام العراق. فاحنا كان وضعنا كان للاسف سيء جدا، لو قارناه يعني كنا طاردين للاستثمار، كنا طاردين على وشك ان احنا نبقى زيهم. طب بالظبط، وبدليل ان صندوق النقد الدولي ذكر في تقرير صادر منه في مارس 2013 انه مصر دوله فيها فشل مالي، ليس لديها اصلاحات اقتصاديه، ليس لديها رؤيه، بتنبه وبتحذر كافه الجهات المموله والدائنه انها بعدم اي اعطاء مصر اي قروض تمويليه تتوقف لديها، عشان ما فيش قدره على السداد وما فيش رؤيه على السداد. فكان للاسف الشديد الظرف كان في مصر يعني سيء للغايه بشكل كبير. طبعا عشان نقعد نذكر عدد المشروعات القوميه بتفاصيلها احنا محتاجين لا يقل عن اسبوع، صح كده؟ ولا انا غلطان؟ واكثر من اسبوع الصراحه، صح كده؟ طيب لكن خلينا نقول احنا يعني ايه نذكرهم كده ونذكر بعض، نذكر المشاهدين اكتر واكتر بعد اذنك طبعا. طيب هنروح لمشروع قناه السويس الجديده، وبعد كده اكتشاف حقل ظهر، وبعدين مشروعات الطاقه المتجدده، وهنروح لمشروع تطوير، خلينا نوقف لغايه كده تطوير العشوائيات. يبقى احنا لا هنروح بس خلينا ايه. طيب خلينا هقول لك بس جمله في الاول، حقل ظهر ومشروعات الطاقه المتجدده مع بعض. طيب هنقول لحضرتك بس في الاول كده زي يعني ايه تمهيد عشان نلخص الموضوع. مصر من اواخر 2014 اوائل 2015 بدات تدرس ما يطلق عليه رؤيه مصر المستدامه لتنميه اقتصاديه 2030، يعني اصبح لدينا كتالوج. احنا كنا ماشيين في طريق
دائما انه بخطه خمسيه كنا نوح وزير يمشي فيجي الوزير بعديه يهد الوزاره الموضوع دوت ويبدا في فكر جديد فكر سيادته الجديد وهكذا. بدات الدوله قالت لك لا انا عايز اقف عايز اعمل كتالوج كده انا كل قطاع من قطاعات الدوله هيتم فيها ايه خلال لغايه ما اوصل 2030 عشان يكون الاقتصاد المصري من افضل 30 اقتصاد على مستوى العالم. وبناء عليه احنا ماشيين في هذا الاتجاه. الله ينور عليك. بدات مصر في كافه القطاعات، قطاع صناعه، قطاع سياحه، قطاع زراعي، قطاع ثقافي، كل شيء من القطاعات، قطاع عسكري، قطاع كل القطاعات بدات الدوله المصريه تعمل تحديث بنيه تحتيه وتحديث وزياده في حجم الاستثمارات في هذا القطاعات وتطوير هذا القطاع عشان اوصل في الاخر ان انا اكون في مصاف الدول اللي بتحقق معدلات نمو اقتصادي كبير، يكون في اصلاحات اقتصاديه حقيقيه، يكون في زياده في معدل النمو، زياده في معدل دخل الافراد، ده الاهداف اللي هي محطوطه وتحسين جوده الحياه للمواطن المصري. نمسك بالظبط، نمسك بدات كان عندنا قناه السويس. قناه السويس الاشكاليه اللي فيها انه كان ممر ملاحي بيعدي عليه او فتره التقاطع وفتره الابحار الملاحي فيها داخلها بتتم من 13 ساعه ل 22 ساعه. حاجة اسمها قافلة الجنوب وقافلة الشمال، بمعنى بسيط لو المركب أو السفينة جات على البورسعيد الساعة 7 الصبح هتفضل 22 ساعة لغاية ما تقدر تعدي، لغاية ما يجي ميعادها الجديد، لأن القافلة الشمالية بتعدي الساعة 4 فجرا. بناء طيب. عليه بناء عليه بدأ يكون هناك ملاحة. طب كان عندنا مخاطر، طب اتعملت ليه؟ اتعملت لان كان في مخاطر بتهدد الدولة المصرية، انه كان في ما يطلق عليه اتجاه لعمل شيء موازي اشدود ايلات، وكان هناك توجه ان الناس تلف يا اما عن طريق رأس رجاء الصالح يا اما عن طريق استخدام الخط الجديد اللي كان يعني هناك فكره ان يتم انشاؤه اللي هو اشدود ايلات في الجانب الاسرائيلي. فبدات الدوله المصريه تعمل تعميق لمجرى الملاحي. النقطه الثانيه كان عندنا اشكاليه برضه في قناه السويس ان معظم المراكب العالم توجه في اخر 10 سنوات من حياته انه يبدا اللي هو ماذر شيبس اللي هو امهات السفن، بدل ما يبقى مثلا انا بحرك سفينه عليها 10 طن وخمس سفن، لا انا هعمل سفينه تشيل 70 طن. طيب ال 70 طن ده الغاطس او العمق بتاعها ما يعديش في قناه السويس، قناه السويس كان اعلى نقطه غاطس فيها 55 قدم. طب عشان اوصل للكلام ده لازم اكون معدي ال 65 قدم. بدات الدوله المصريه تعمق القناه القديمه، تكريك وتعميق القناه القديمه، وتفتح مجرى ثاني ملاحي يكون موازي، يبقى انا اقدر في معظم خط الملاحي يكون هناك سفينتين، يبقى انا اقدر اعدي سفينه جاي. شماليه او جنوبيه في نفس الوقت. طبعا. فتره التقاطع تقل من 22 ساعه الى 8 ساعات، من 8 الى 11 ساعه، يبقى انا وفرت 12 ساعه وعمقت القناه. فبدات استقبل السفن الكبيره جدا اللي هي ما كانش بتيجي، عدد السفن زاد. طب كان عدد السفن بيعدي عندنا قد ايه؟ كان ما بين 36 لغايه لا اللي كان موجود اللي كان موجود ارتفع متوسط معدل المرور اليومي للسفن من 49 الى 97 بحلول 200 2000. لا 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 ما انا بقول لك، انا هقول لك بس ده المستقبل. انا هقول لك اللي كان بيعدي كان بيعدي في مصر من 36 ل 40 سفينه ماشي. متوسط يومي ماشي. وصلنا النهارده من 49 ل 53، بعض الاحيان كنا بنوصل لغايه 80 سفينه. عظيم. بدليل لما ايفر جرين وقفت يعني في القناه الايام التاليه بعديها كان عدى 400 سفينه في 4 ايام او 5 ايام، يعني بمعدل اكتر من 90 سفينه في اليوم. يعني احنا قريب من الرقم اللي احنا عايزين نوصله اللي هو 97 بالزبط. سفينه في 2023. المجرى الملاحي ده بدا يعني يستعيد تمام. قوته الملاحيه وقوته في مع منه اكبر مجرى ملاحي على مستوى العالم في وينافس المجاري الملاحيه الموجوده سواء كانت في بنما او سواء كانت في الصين. حلو الملف ده احنا يعني تمام. نخش على ملف تاني. ملف هو حقل ظهري لما عملنا ترسيم الحدود مع جيراننا اذا كان قبرص واليونان وفي المنطقه بشكل عام، واكتشفنا هذا الحقل بفضل الله علينا باذن الله. مصر كانت من الدول التي لديها بعض لدينا وغير حتى الان لدينا الثروات التي لم تستغل ولم يتم اكتشافها بعد. كانت نتيجه ايه؟ انه لعدم وجود ترسيم للحدود. ترسيم الحدود يعني معناها ان انا اشوف المياه الملاحيه اللي اقدر اعمل فيها تنقيب على الثروات الغاز او ثروات البترول لدينا. اي شركه عالميه بتقوم بهذا التنقيب لابد انه ينقب في مكان امن، في مكان يكون ليس عليه نزاع بين الدول. صحيح. انا مش هاجي اصرف
يعني اموال ومليارات عشان اعمل تنقيب وفي الاخر يبقى اطلع البترول او اطلع الغاز ويجي 3 4 دول تناقشني فيه. صح. يبقى انا لازم يكون عندي ترسيم للحدود. بدات مصر انها تعمل ترسيم الحدود مع اليونان مع قبرص عشان توصل لخط معتمد دولي يكون ده تستطيع الدوله المصريه تقوم به من خلال التنقيب والبحث. اول ما تم العمل هذا الخط وتمت اتفاقيه ترسيم الحدود بدات الشركات العالميه انها تجي لنا هي مش احنا اللي نروح بقى منهم طبعا اشهرهم شركه اني اللي بدات تعمل تنقيب الإيطالية. بشكل اني الايطاليه وبريتش بتروليوم بدات تشتغل معانا انها تعمل تنقيب. اول التنقيب الحمد لله كان حقل ظهر اللي هو يعتبر يعني في مخزون استراتيجي كبير جدا 30 تريليون قدم مكعب ده باذن الله هيكون خلال هيتم استخراجهم خلال 10 سنوات. تمام. بدات تعمل التنقيب بدات يكون هناك يعني ثوره كبيره جدا في الغاز الطبيعي. بدات مصر تبدا يعني في هذه الاكتشافات بمساعده طبعا الدوله المصريه وبدات ان يكون مصر انها تحقق من العام الماضي او من عام 2020 تحديدا انه يكون عندنا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي داخل الدولة المصرية وبدأنا مرحلة تصدير الغاز للخارج. يبقى انا وفرت. طب مصر كان بتستورد قد ايه؟ 3 مليار دولار سنويا غاز طبيعي. يبقى انا وفرت 3 مليار من فلوس او دولارات بتطلع بره مصر وفي نفس الوقت بدأت اصدر فبدأت يدخل الدولة المصرية من 2 ل 4 مليار دولار. قبل ما اخش على مشروعات الطاقه المتجدده انا يعني مش عايزين نسترسل فيها. هي تمام. طبعا الطاقه المتجدده اللي هي الشمسيه طاقه الرياح دي كانت نسبتها في مصر 2% الدوله المصريه عايزه تزودها ل 40%. طب انا هفضل حاجه بس حاجه مهمه بدون ما اقطع كلامك انا اسف يعني لسه شايفينها من في الصعيد مع الرئيس فتحي السيسي في بنبان واللي هي صح. اكبر طاقه محطه طاقه شمسيه في العالم والطاقه الرياح اللي هو بتولد الطاقه الكهرباء من الرياح. احنا نزلنا بس الاصلاح الاقتصادي. الاصلاح الاقتصادي مصر بدات فيه في 2016 وكان لابد من وجوده. يعني ايه اصلاح اقتصادي؟ عشان برضه اصلاح اقتصادي يعني ارجع كل حاجه لو عندي بالبلدي كده طبق اتكسر فلابد ان انا اجمعه واصلحه عشان يبقى الطبق اقدر استخدمه. صح. طيب الدوله المصريه كان عندي 3 اشكاليات فيها. واحد العمله اللي ما عندنا كان الجنيه والناس بيقول لك احنا عومنا الجنيه والمصري والجنيه انخفض. لا هو الحقيقه انت وقفت قدام المرايه وقلت حقيقتك ايه. انت كان الجنيه في البنوك 8 جنيه 88 قرش لكن الواقع العملي كان بيباع ب 14 و15 جنيه. صح. يعني ما كانش في جنيه ب 8 ودولار ب 8 جنيه واحنا قلنا لا والله الدوله جت قالت لا والله بلاش 8 خليه 12 بقى و15 و16 ما حصلش كده. هو كان الوضع القائم في الدوله المصريه ان الدولار كان بيبيع من 13 ل 16 بيختلف من منطقه لمنطقه مش محافظه لمحافظه. يعني كان الدولار اللي بيتباع في المعادي غير الدولار بيتباع في باب اللوق وده مش موجود في اي حته في العالم. ما اي مستثمر هيجي معاه شنطه دولارات أيوة. يدخل بيها على انهي سعر ده واحد هيخش عن طريق البنك ابو 8 جنيه 88 هو شايفه جوه يبقى هو بسم الله الرحمن الرحيم المليون دولار اللي جابه خسر بقى كام بقى 500 الف دولار وهو مش هينفع يخش والمكاسب اللي بيحققها عشان يحولها الدولار عشان يحولها لبلده هيبقى نفس الفكره هيخسر فيها فيبقى في جميع الاحوال هو خاسر فطبعا مش هيجي. فاحنا عملنا ايه او الدوله عملت ايه؟ وقفت قدام حقيقتها اعترفت بالذنب اللي عندها. انا السعر اللي محطوط ابو 8 جنيه 88 قرش ده سعر روح حقيقي. يعني ما تمش تخفيض الجنيه مقابل الدولار هو تم الاعلان عن الحقيقه. واحد والله كان متجوز على مراته فاعلن انه متجوز على مراته بس لكن هو ما راحش اتجوز. يعني هو ده الفرق. الناس بتقول لك اصل احنا خفضنا جنيه ما اتخفضش الجنيه كان حقيقته 14 جنيه سواء 14 جنيه او 15 جنيه يساوي دولار وكنا ده الحقيقه وكنا بندعمه وكان بيدعم لفتره بس هو تدعيم مؤقت وتدعيم محدود. بمعنى لما كان اي حد يحيي يستورد اي بضاعه كان بيتقال له في البنك ايه لو مستلع استراتيجيه ادويه او البان او سلع غذائيه استراتيجيه يقول له دبر انت الدولار وتعالى لي. طب هو كان بيشتري من السوق السوداء فكان الوضع غير يعني ما ينفعش لا يستقيم. تمام. ده كان جزء. الجزء الثاني انت كان عندك لابد من تخفيض الانفاق في الموازنه العامه. الموازنه العامه كانت مكبله بحجم عجز كبير جدا يصل الى 14% فكان لابد ان يقل. يعني الفرق ما بين الايرادات الدوله وما بين نفقاتها كان حوالي 14%. النهارده احنا بنتكلم في 6.8% انخفض بشكل كبير جدا. يعني زادت الايرادات الدوله. الدوله بحثت عن موارد اقتصاديه اخرى كثيره. انت برضو اللي دعمك في الفتره في فتره الدوله دعمت من الاشقاء العرب
بشكل كبير، ده اللي سندك. لكن مش هينفع تقعد طول عمرك تستلف، مش هينفع كل عمرك تاخد معونه ومنحه، صحيح استحاله. فكان لابد من عمليه اصلاح اقتصادي لو رجوع الوضع لتصحيحه بشكل جيد، ان انا ارجع سعر العمله لوضعها الاساسي، ان انا ازود ايرادات الدوله، ان انا اقلل نفقات الدوله قدر المستطاع، ابحث على موارد جديده للدوله المصريه، اشجع استثمار، اجذب استثمار، اعمل هيكله في القوانين والتشريعات عشان اجذب استثمار. واحاول قد ما اقدر بدون قطع كلامك عشان نتذكر مع بعض برضو ان احنا نحاول ان احنا نخلي الدعم يصل لمستحقيه الحقيقيين. ده 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 ده, ده موضوع كبير جدا عايزين نقعد نتكلم فيه، بس ده عايز انا ما نزلت اقل من ربع ساعه، فانا يعني عايز اقول كذا حاجه يعني. تمام. لا موضوع الدعم، الدعم ده اولا الدعم المصري كان في 2013 2014 في المصدر العامه 198 مليار. طب الدعم النهارده كام؟ 321 مليار. الله، ده كم حجم الدعم زاد، بس هو هيكلته اللي اختلفت. بدل ما كنت باجي اوزع دعم بشكل معين، يعني كان في دعم للطاقه اللي هو سواء كانت كهرباء او كان للمشتقات البتروليه البنزين، فقال لك والله لا، البنزين ده بيستخدمه الناس الاغنياء اللي معاهم عربيات، هنحافظ قدر المستطاع على السولر، برضه السولر زاد والبنزين 80، لكن 90 ل 95 و 92 هيعلى شويتين ثلاثه، يمكن 95 اقترب من يكون للسعر العالمي. طيب نفس الكلام الطاقه، بدا الشرائح الكبيره يتحط شرائح، سبع شرائح، واخر اربع شرائح دول هيبقوا دول استخدامهم او الفيزيته بتاعتهم او سعر الكيلو وات بيبقى اعلى شويه من السعر المدعم للمواطن المصري بشكل اللي هو الفقير او متوسط او محدود الدخل. وبناء عليه، بناء عليه انه تم تصحيح الشكل او المسار الاقتصادي، بدات تعمل حاجه ما يطلق عليه تكافل وكرامه، وده بيخدم حوالي 3 مليون اسره مصريه. بدات تعمل معاش ضمان اكتر من كانوا ب 400 جنيه، النهارده وصل ل 900 وقابل للزياده باذن الله في خلال عام 2022. بدات تعمل علاج على نفقه الدوله، بدات تعمل خدمات صحيه وتزود عدد المستشفيات، بدات تعمل منظومه التامين الشامل اللي دخلت في محافظات كتير على اقصى بورسعيد واسماعيليه والاقصر، والنهارده بنتكلم ان بدات في محافظات وهيتم التوسع عليها خلال فتره قادمه بحيث يشمل مصر ككل. كل الفلوس دي جت من جهه واحد لجهه تانية، زي مثلا برضو الخاص ب ال 100 مليون صحه اللي قادت مثلا على مبادرات على فيروس. هذه المبادرات، صح. ما هي حضرتك وفرت الميزانيه بتاعتك عشان تقدر تقضي على فيروس سي، عشان تقدر تقضي على عدد كبير من الامراض، وتعمل مبادرات توصل لكل محافظات مصر الاكثر فقرا والاكثر احتياجا. صح كده ولا انا غلطان؟ صح تمام. طيب خلينا مشروعات تطوير الطرق دي، يعني اكيد احنا كلنا شايفينها، بس اديني فوائدها بسرعه. فوائدها اي طريق شريان للحياه، يعني ايه؟ يعني بيتبني على جوانبه مشروعات بتخدم مستثمرين وبتخدم المشروعات وبتخدم الاقتصاد المصري بشكل كبير. طيب لما ابني بنيه اساسيه وابني مرافق، ده معناه ان انا بسهل لاي مستثمر انه يجي، وبالتالي النهارده بدات الدوله تنشئ ما يطلق عليه المجمعات الصناعيه عشان تكون هناك سهوله في حركه الطريق. النهارده اي مصنع عايز يصدر، يبقى عايز يطلع من المصنع لغايه المرفق، سواء كان الميناء البحري او البري، فيبدا يتحرك من خلال ايه؟ طريق. طب الطرق ديت على جوانبها احنا قلنا بيتم مشروعات. مصر كانت للاسف في البنيه التحتيه في المركز 133 على مستوى العالم. النهارده احنا بنتكلم في كام؟ احنا بنتكلم في المركز 31، ومرشحين نوصل للمركز 27 او 26 في تصنيف 2022 باذن الله. طيب ده معناه نتج عنه ايه؟ ان السعه الاستيعابيه للطرق المصريه كانت بتستوعب 8 مليون سياره، النهارده السعه الاستيعابيه 11 مليون سياره. ده معنى وفر ايه؟ حوادث الطرق اللي كانت بتتم على الطرق المصريه. مصر كانت من اكبر الطرق الدول على مستوى العالم في حوادث طرق. في سنه من السنوات كان الاجمالي الوفيات في مصر بسبب الطرق اكتر من حرب 73. وفر وكمان طاقه وبنزين، عملك امان على الطريق، وفر خدمات على الطريق، تم ان هو بوجود استثمارات تيجي في مصر بشكل كبير. البنيه التحتيه والطرق والكباري والمشروعات دي هدفها الاساسي كده في الاقتصاد، بيقول لك زي بالبلدي كده سفنجه بتستوعب عماله، يعني مشروعات كثيفه استخدام العمال. طب نتج عنها ايه؟ ان معدلات البطاله قلت. طب بتقل ازاي؟ انه بيجي الدوله المصريه في متمثله في هيئه المجتمعات العمرانيه او وزاره الاسكان او القوات المسلحه بتقوم على مشروعات بتجيب
شركات قطاع خاص كثيره جدا بتشتغل، فبالتالي شركه القطاع الخاص اللي بتيجي بتبني الطريق او بتعمل الكوبري او بتعمل المرافق والصرف الصحي بتجيب عماله، فبدات تستوعب عماله كبيره جدا. احنا عندنا فقط مشروع زي العاصمه الاداريه وفر اكثر من 700 الف فرصه عمل خلال الثلاث سنوات الماضيه. ده عماله مباشره في هذا المشروع، وحوالي 2 مليون في عماله غير مباشره، ده مشروع واحد. فما بالك بقى بالمشروعات اللي تمت خلال الفترة دي، وبالتالي البطالة من 14% احنا النهارده بنتكلم في 7.5% تقريبا. مشروعات النقل الذكي حضراتكم اللي هو مشروع القطار فائق السرعة ومشروع مونوريل وهكذا، مشروعات الاسكان وطبعا تطوير السكك الحديد مصر بكمية كبيرة جدا، مشروعات الاسكان وانشاء قرابة 1.5 مليون وحدة سكنية في كل المستويات اذا كان اجتماعي متوسط وعالي التكلفة، وتنشيط قطاع السياحة والآثار، وبقى في زيادة من الدخل السياحة 28.9% زيادة في إجمالي حجم الإيرادات السياحية، والحمد لله بيزيد مشروعات القطاع الزراعي. بس سريعا بقى لأن خلاص ناقص لي دقيقتين، مشروع القطاع الزراعي ومشروعات الاستزراع السمكي ومبادرة حياة كريمة اللي هي اللي احنا يعني شغالين عليها دلوقتي بعد إذنك سريعا. هبدأ من الآخر. حياة كريمة هي تطوير لنجوع وقوى مصر بشكل كبير. احنا الصرف الصحي في الموجود في القوى المصرية حوالي 12% تقريبا، وصل في خلال 7 سنوات الماضية إلى 26% بيغطي من مشروعات الصرف الصحي. الهدف من حياة كريمة تحسين جودة الحياة في القوى المصرية. مشروع هيكلف تقريبا بداية 700 مليار جنيه مصري، بدأت الدولة المصرية المرحلة الأولى منه، و65% من هذه المرحلة في القرى والنجوع الموجودة في صعيد مصر لتطويرها بشكل كبير. الميزة هنا ان القرية هيكون ليست فقط في تطوير أراضي وبيوت، لا ده هيكون فيها مشروع أو مشروعات عشان يكون يعني لتمكين الشباب فيها للعمل. ده مشروع حياة كريمة وده مشروع جيد جدا. نخش على الثروة السمكية والثروة الزراعية والمشروع الزراعي او الزراعه على مستوى مصر. تمام. مصر الرقعه الزراعيه بتاعتها كانت 9 مليون فدان، انخفضت ل 8 مليون فدان بسبب التجريف والبناء العشوائي على الاراضي الزراعيه. طبعا هذا الارض لا تستطيع ان توفر السلع الغذائيه للدوله المصريه. بدات الدوله المصريه في مشروع ال 4 مليون فدان اللي كان اول مرحله منه مليون فدان، وبدات في مشروعات توشكا اعادتها من جديد، غرب المنيا، في سيناء 400 الف فدان. الهدف ان احنا كل يوصل ان انا اوصل الرقعه الزراعيه لاكثر من 12 مليون فدان. النهارده احنا بنتكلم تقريبا وصلنا ل 9 مليون فدان كاستصلاح زراعي لاكثر من مليون و100 الف فدان خلال الثلاث سنوات الماضيه. نفذ اكثر من 320 مشروع بتكلفه 40 مليون صحيح. مليار جنيه تقريبا في مشروعات قطاع الزراعه. المكمل لهذا المشروع اللي هو الصوب الزراعيه اللي بدات تم انتاج 100 الف صوبه زراعيه، وهذه الصواب بتقوم بتصدير المنتجات الخاصة بها لخارج مصر. احتلت مصر المركز الأول في أفريقيا والسادس على مستوى العالم في مشروعات الاستزراع السمكي، اطلاق مبادرة حياة كريمة زي ما حضرتك ذكرت. أخيرا دوني بس دقيقة ونص، معنى أن البنك الدولي بيقول على مصر دلوقتي بعد مرور سبع سنوات من المتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي من في مصر من 3.3% من السنة 2021 إلى 5% في 2022 تراجع عجز الموازنة إلى الناتج المحلي، تحتفظ مصر على تصنيفها الائتماني عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما يعكس تنوع ومرونة الاقتصاد المصري. ما معنى هذا التصريحات بعد إذنك؟ معنى هذه التصريحات هي إشادة بالاقتصاد المصري، الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، أن الإصلاح الاقتصادي اللي كان موجود الاختبار الحقيقي ليه كان في أزمة فيروس كورونا، استطاعت مصر أنها تعدي منه بسلام. النهاردة بالمجمعات الصناعية بالأراضي الزراعية بوفرت يعني ذخم الاقتصاد المصري في كافة القطاعات، هيكون في معدل نمو اقتصادي متوقع يتجاوز 5%، وبالتالي مصر هتكون الأولى على مستوى شمال أفريقيا والوطن العربي كله زي ما كانت موجودة في 2020، كنا في أوائل الدول المحققة لمعدلات نمو اقتصادي. نمو اقتصادي زيادة معناها إيه؟ معناها مشروعات ومصانع وشركات هيتم افتتاحها، وبالتالي هيكون في زيادة في معدل التشغيل، تقليل معدل البطالة، وزيادة في دخل الأفراد في على مستوى الوطن ككل. دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة دراسات الاقتصادية والاستراتيجية، نورتنا وشكرا جزيلا. تعبتك معايا معلش. احنا محتاجين طبعا زي ما انا دايما بقول ان احنا عشان نقول ما حدث في 7 سنين احنا محتاجين عدد كبير من الحلقات، مش حلقة واحدة ولا نص ساعة ولا ساعة الربع.
نورتنا وشرفتنا، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. طيب جميع المشاهدين يا رب. ده كان يومنا النهارده في اول يوم في صفحه جديده في سنه 2022. كل شويه اتلخبط ما بين 2022 و2021 لغايه لما نبتدي نتعود يعني. اللي انا حاولت اعمله في هذه الحلقه ان انا اوصل لحضراتكم ونبسط قد ما نقدر موضوع الاقتصاد في مصر، ونقدر نخلي يبقى عندنا امل اكثر واكثر، مش ننام. عملنا انجازات في 7 سنين معناها ان احنا ننام، لا نستمر، عشان لازم باذن الله تعالى الافضل لبلدنا اكتر واكتر، ونعرق اكتر واكتر، ونعمل اكتر واكتر. ما تنسوش الكمامه والتباعد وغسيل الايد والتطعيم بعد اذن حضراتكم. تصبحوا على خير. We'll be right back.